في الضوء أنت ترى من خلال وعي الناس الآخرين وهم أنت. اكتب هذا السطر على ورقة. في الضوء أنت ترى من خلال وعي الناس الآخرين وهم أنت. دعونا نعطي هذا المثال، نوضح هذا السطر. مباراة بكرة القدم، أنت تحضر هذه المباراة، ويحضر هذه المباراة أيضا 40,000 متفرج أو حاضر، فأنت تكون واحد من هؤلاء 40,000. أنت تشاهد هذه المباراة، وأيضا وعيك يتوزع، وعيك يتوزع في بقية الحاضرين، بمعنى وعيك يتوزع في بقية 39,999 شخص. وعيك يتوزع في بقية 39,999 شخص. فأنت ترى من وعيك، أنت ترى من وعيك، وأيضا تستمع لأحاديث وعيك في 39,999 الذين يحضرون هذه المباراة. وممكن أن تقفز من شخص إلى شخص، من شخص إلى شخص، وكل شخص تكون أنت. بمعنى في الضوء فأنت تكون في كل الأجسام، ووعي الأجسام يكون أنت. دعونا أيضا نوضح تجربة، نوضح الذي نوضحه أو الذي نشرحه. هذه الكرات أمامك، المادة، أجزاء المادة كلها ذرات، وفي داخل الذرات أيضا هناك أجزاء صغيرة، إلكترونات وبروتونات وهكذا. فتعيش وأنت إلكترون في هذه الكرة، تعيش وأنت إلكترون، إلكترون واحد في هذه الكرة. بمعنى وعيك الآن هو وعي، وعيك الآن هو في داخل وعي هذا الإلكترون، بمعنى أن الإلكترون يكون أنت. فهذا الإلكترون الذي في هذه الكرة يراك أنت، أو دعونا نقول نعكسها، نعكس التجربة علي. فأنا الإلكترون هنا، أكون أنا وعي الإلكترون، فالإلكترون الذي هو أنا يراني أنا أيضا، يراني وأنا هو الإلكترون. فأنا أكون اثنين، وعي الإلكترون الذي هو أنا يشعر بي وينظر إلي الآن، وأيضا أجلب كرة أخرى وأكون أنا وعي هذا الإلكترون في هذه الكرة الأخرى. فوعي هذا الإلكترون يكون هو أنا، وهو ينظر إلي ويشعر بي الذي هو أنا، يعني أنا هنا يشعر بأنا هنا، هل تلاحظون؟ وأنا هنا أيضا أشعر بأنا الذي هو في الإلكترون. فنصبح ثلاثة، هذا الوعي الذي هو أنا يعرف ويشعر بهذا الوعي الذي هو أنا في الإلكترون، هل تلاحظون؟ وهذا الوعي الذي هو أنا في الإلكترون أيضا يراني ويشعر بي، وأنا أيضا أرى الوعي الذي هو أنا هنا وهنا، ثلاثة. وممكن أن نكثر، نزيد من الأشياء، ممكن أن نجلب القمر والشمس والكواكب والنجوم، فكل شيء يشعر ويرى ويعرف أنه شيء نفسه، كل شيء يعرف ويشعر ويحس أنه الشيء نفسه في الأجسام الأخرى، هل تلاحظون؟ هذا هو الله، هذا هو الضوء. فالضوء هو في كل الأشياء، الضوء هو في كل الأشياء، ويشعر ويحس بكل الأشياء، وكل الأشياء تحس وتشعر بالأشياء الأخرى لأنها أيضا هي الضوء نفسه. دعونا نكرر، نقول الضوء هو في كل الأشياء، ويشعر ويحس، بمعنى الضوء يشعر ويحس بكل الأشياء،
وكل الأشياء تحس وتشعر بالأشياء الأخرى لأنها أيضا هي الضوء نفسه.